الإذاعة اليوم قامت بعمل وحفلة تعتبر افتتاح لمعرض كتاب وبعض من الأعمال الفنية اللي قاموا بالمشاركة من المدن في طرابلس وخارج طرابلس. الحقيقة اليوم كان اليوم حافل وكان جهد جماعي حقيقة مثل خلية النحل من جميع المدن الليبية ما شاء الله. طبعا المشاركين كانوا من مثلا مصلحة الأثار والمتحف الليبي اللي موجود في السرايا الحمراء والجامعة الظاهرة والمركز الجهادي الليبيين، قدموا لنا أشياء قديمة عتيقة تعتبر تمثل التراث الليبي واحنا نفرح به الحجازة هذه. وعندنا أعمال مثل المحاضر اللي بيعطينا بعدين محاضرة إن شاء الله في التاريخ الليبي والأثار وتاريخ ليبيا وطرابلس وشوارع على طرابلس القديمة الجميلة. مشاركتنا في إطار العمل المجتمع المدني اللي تقوم به منظمة الإبداع الرواق الإبداعي تقريبا اسمها احنا ممكن حتى طبعا شاركت مصلحة الأثار بمجموعة من الإصدارات اللي تصدر فيها المصلحة في إطار المعرض معرض الكتاب الموجود في هذه من ضمن الفعاليات الموجودة التي تقوم بها هذه المنظمة. مجموعة من الكتب التي خاصة منها الحوليات الليبية ليبيا القديمة، عندك الأدلة بعض الأدلة الخاصة بالمتاحف مجموعة المتاحف، عندنا مجموعة عندنا كتاب اللي هو خاصة بالصحراء الليبية، وعندك المجموعة اللي هي خاصة ببعض التريبوليتانيا مجموعة من بعض المدن الموجودة في التريبوليتانيا. هذا مجمل الإصدارات التي شاركت بها مصلحة الأثار في هذا المعرض. طبعا هذه المعارض هي تزيد تعرف بالمركز وبمنشوراته، مهمة يعني للطلبة والباحثين الحصول على المادة العلمية في المجال التاريخي والأدبي. المركز معروف يعني في هذا المجال، وهذه المعارض تزيد يعني تبرز المركز في اليوم اشتركت في معرض رواق الإبداع. هذه لوحات يعني خدمت بهم، عندي شغل بالخيوط واللوح وعندي رسم بروتري وهيكي يعني شغل يدوي ورسم. فمشتركة من قبل في عديد يعني من المعارض ومن ضمنهم معرض وزارة السياحة، وكانت مع منظمة التكوين، ونتمنى يعني من الجهات المسؤولة يعني تدعمنا وتدعم المواهب هيك ونشوفه يعني مكان أحسن إن شاء الله.